حذر خبراء طقس سكان القاهرة الكبرى والشرقية والجنوب الدقهلية والغربية والمنوفية من الساعات القادمة، حيث دخول المنخفض الجوي العميق بقوة، لافتين انه لم يشتد بعد. وقال الخبراء على سكان هذه المدن عدم النزول والالتزام في البيوت اليوم الخميس، منها 6 اكتوبر، اشمون، مشتول، السوق، دربنج، البلاشون، زكازيك، تلا، شابين القناطر، بنها، متغم، السنطة، شابين الكوم، طنطا، قليوب، مدينتي، 15 مايو، العاشر من رمضان، العبور. وأكد حسن العفيفي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية أن هناك عواصف رعدية ممتدة من وسط الصعيد حتى القاهرة والجيزة ومدن القناة، فضلا عن سقوط أمطار غزيرة على الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وذلك بسبب تلاحم قوي بين منخفض السودان السطح الذي أدى إلى ضخ الرطوبة في الطبقات الجوية 700 و 850 هكتو باسكال، تتفاعل حاليا مع التبريد العلوي المتمثل في المنخفض الجوي الذي بدأ فعليا يتعمق داخل مصر. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد نشدت المواطنين الالتزام وعدم النزول إلا للضرورة خلال الساعات المقبلة، حيث زيادة قوة تأثير المنخفض الجوي العميق على مصر. وأكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية أن الهيئة تتابع أول بأول خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية لمعرفة آخر التطورات، مشيرا إلى أن هناك منخفضا جويا متعمقا بشكل كبير في مصر كلها يجلب حالة شديدة من الرطوبة، مما يكون سحبا كثيفة ستؤدي إلى سقوط أمطار شديدة الغزارة. وأضاف شاهين أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط هم السبب في كميات الرطوبة الكبيرة، موضحا أن هذا الطقس لم تشهده مصر منذ فترة التسعينيات، واستقبلت مصر منخفض التنين وهو الاسم الذي أطلقه خبراء الطقس على المنخفض الجوي العميق المتمركز فوق مصر والعديد من الدول العربية، حيث تسبب في حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية في هذه الدول: مصر، ليبيا، الكويت، العراق، السعودية، تركيا، سوريا، لبنان، فلسطين، إيران. وأكد خبراء الطقس أن حالة عدم الاستقرار تتمثل في أمطار غزيرة رعدية تصل لحد السيول، فضلا عن عواصف رملية نتيجة سرعة الرياح التي تصل سرعتها إلى 100 كيلو في الساعة، وسقوط حبات البرد وحدوث الصواعق. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض لحالة من عدم الاستقرار، موضحا أن التقلبات الجوية ستكون شديدة وستصل سرعة الرياح لحد العاصفة، فضلا عن غزارة كمية الأمطار التي قد تصل لحد السيول. وأكد محمود شاهين رئيس غرفة التحاليل والتنبؤات الجوية أن درجات الحرارة بدءا من الغد ستبدأ في انخفاض درجات الحرارة، فضلا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة. وأضاف شاهين أن هناك حالة من عدم الاستقرار تبدأ اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل، تتمثل في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 أو 7 درجات، فضلا عن سقوط أمطار بكميات كبيرة تصل لحد السيول، يصاحبها ظاهرة الرعد والبرق. لذلك يفضل الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار ومصادر التيار الكهربائي. وأشار إلى وجود رياح تصل لحد العاصفة، لذلك يجب القيادة بهدوء على الطرق السريعة، ويفضل البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا الضرورة القصوى. وتعرضت محافظات الجمهورية لحالة من الطقس غير المستقر بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بعد التحام المنخفض الجوي العميق والذي أطلق عليه منخفض التنين بمنخفض السودان. وشهدت بعض محافظات الجمهورية أمطارا غزيرة رعدية ورياحا شديدا كأسوان وسوهاج والفيوم والمنوفية والمنيا والجيزة والقاهرة.